نحتفي بالأستاذ دكتور عبد الرحيم العمري بمناسبة قراءة في جديدة أخرى في كتابه حفريات نقدية عن المغرب السياسي، نسق ما بعد الصحراء ونسق ما بعد كورونا. طبعا الكتاب غني بالمعلومات، الكتاب غني بالأحداث، وكان هذا اللقاء مناسبة سلط فيها الضوء على الكتاب عدد من الأساتذة وعدد من الخبراء المتخصصين في القانون العام وعلى وحقوق الإنسان، سواء من ناحية المنهجية الشكلية للكتاب أو من حيث موضوعه. وقد تم التركيز بالأساس على أهمية هذا المؤلف من حيث غناه بالمعارف، من حيث غناه بالمعلومات التي تهم النسق السياسي المغربي وتهم موضوع الصحراء المغربية، والتي عثرفت تطورا مفصليا منذ صعود جلالة الملك محمد السادس إلى العرش، انطلاقا من استراتيجية، من رؤية استراتيجية محكمة بناء على سياسة خارجية للمغرب في العلاقة مع قضية الصحراء، والتي أثمرت هذه النتائج. سعيد انني هنا في العاصمه ديال دكوالا الجديده اللي في واحد الموضوع ديال الترافع الاكاديمي حول قضيه الصحراء. طبعا كما قال جلاله الملك في الخطاب ديال افتتاح البرلمان، ينبغي ان ننتقل من استراتيجيه التدبير الى استراتيجيه التغيير. تنظن بانه الجامعه عندها واحد الدور كبير انها تساهم في هذه استراتيجيه التغيير فيما يتعلق بالترافع في القضيه الوطنيه. واليوم جينا في قراءه كتاب الزميل والصديق السي العمري اللي داير كتاب حول حفريات القضيه الوطنيه، واللي كانت فرصه باش نقراو الكتاب وفي نفس الوقت اللي نستحضر القضيه الاولى الوطنيه الاولى، وهي قضيه الصحراء من زوايا مختلفه، من الزاويه القانونيه، من الزاويه السياسيه، من زاويه القانون الدولي، من زاويه حقول معرفيه اخرى. وتنظن بانه اليوم الجامعه ينبغي ان تلعب دورها كاملا في الدفاع والترافع على القضايا الوطنيه، سواء من خلال المنتوجات الفكريه او من خلال اللقاءات العلميه او من خلال كراسي علميه او نادي للطلبه او غيرها. ينبغي ان نستنفر كل جهودنا في الحقل الجامعي لكي تكون قضيتنا الاولى هي قضيه الوطنيه. الكتاب إذن الجزء الثاني من الحفريات النقدية عن المغرب السياسي، وخصصته لقضية الصحراء ونسق ما بعد كورونا. بطبع الحال قضية الصحراء هنا لابد أن أذكر بأن مقترح المغربي تعزز تقريرنا التقرير وقرارنا قرار مجلس الأمن الدولي، وأيضا أشير إلى أنه أيضا سيتعزز بتعزيز وترسيخ اللحمة الداخلية من خلال إصلاحات مؤسسية عميقة بالمغرب في علاقتها بنسق ما بعد كورونا، والنسق الذي يقوم على الهاجس التنموي البيئوي كرهانات الآن
وكتحديات أمام البشرية جمعاء، أي أن الأمر يتعزز بينا بمبدأ ما سميناه منذ بداية الألفية الثانية وهو مبدأ الدولة الاجتماعية.